بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا، فلم يترك خيرًا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرًا إلا وحذرها منه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا دائمًا أبدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، استكمالًا لما بدأناه من شرح للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه العقيدة من أجمع ما ألف في باب الاعتقاد، وهي على قصرها ووضوح عبارتها من أفضل وأحسن ما ألف في باب العقيدة، لأنه جمع أبواب العقيدة ولم يترك منها إلا أموراً قليلة، وهو يريد بهذا أن تكون عقيدة واضحة لعامة الناس وخاصتهم. ومعروف أن سبب تأليف هذه أن رجلاً من أهل واسط أتى إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله وطلب منه أن يؤلف له عقيدة لأهل بيته، لهذا الرجل وهو من قضاة واسط، رجل يقال له الشافعي من قضاة واسط، وواسط مدينة في العراق بين البصرة والكوفة. فاعتذر منه شيخ الإسلام بالأول وقال: قد ألف كتب كثيرة في العقيدة. قال: لا أريد أن تؤلف لي عقيدة آخذها معي إلى بلدي لأرجع إليها أنا وأهلي. فأجابه شيخ الإسلام وكتب له هذه الرسالة القيمة من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. وهذا يدل على رسوخ علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما وصل إليه من إحاطة في علوم الكتاب والسنة، فإنه قد أملأ هذه العقيدة وسماها هو أيضاً العقيدة الواسطية، بدليل أنه أرسل أحداً من تلاميذه فقال: اذهب إلى بيتي وأتني بأوراق فيها العقيدة الواسطية. فهي نسبة إلى مدينة واسط، إلى هذا الرجل الذي سأل، وهي أيضاً تبين وسطية عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم لا غلو عندهم ولا إفراط. هذا الدين هو دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. فهذه الأمة هي خير الأمم وأفضلها، ورسولها صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وهو خاتمهم، وهو خيرهم، وهو إمام الأنبياء، وهو الذي صلى بهم في بيت المقدس في المسجد الأقصى ليلة الإسراء والمعراج، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، آدم ومن دونه من الأنبياء هم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر بها صلى الله عليه وسلم ليس مفاخرة، وإنما مأمور بأن يبلغ الناس بأنه هو خير الأنبياء وهو إمامهم وهو أفضل ولد آدم على الإطلاق. ودينه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأديان، وهو أكملها، وهو أفضلها، وهو أيسرها، حتى إن عيسى عليه السلام لما وجد وصف هذه الأمة في الإنجيل دعا ربه
أن يكون واحداً من هذه الأمة، فأجابه الله عز وجل: ولا يزال عيسى في السماء حياً وسينزل آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، ويحكم بالإسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، يحكم بشريعة الإسلام 7 أو 8 سنوات، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، ويقال أنه لا زال في الحجرة النبوية مكاناً لعيسى عليه السلام. فهذا الدين هو خير الأديان، وهو أفضلها، وهو أوسطها، الله عز وأكملها. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال حبر من أحبار اليهود: لو كانت هذه الآية نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، نفرح فيه بنزول هذه الآية العظيمة التي تدل على كمال الدين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يوم الجمعة في حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه العقيدة التي شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية ووضعها في هذا الكتاب المختصر، ينبغي لطالب العلم بل ولعوام المسلمين أن يطلعوا على هذا الكتاب العظيم، وأن يفقهوا ما فيه من أركان الدين وأصوله، والرد على الفرق الضالة. لأنك إذا عرفت الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا تبين لك العقيدة المأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال سلف هذه الأمة، فما عدا ذلك فهو من الباطل. لأن الحق هو ما كان في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الموثقة، كما في الصحيحين والسنن الأربع والمسانيد وغيرها من دواوين الحديث التي بيّن العلماء فيها درجات هذه الأحاديث وبيان صحتها من عدمه. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله أيضاً ذكر شيئاً من أقوال الصحابة وأقوال سلف هذه الأمة فيما كانوا عليه من هذه العقيدة المأخوذة من الكتاب والسنة. قال رحمه الله بعد أن ألفها: ولا شك أن هناك من عارض بعض ما جاء فيها خصوصاً في باب الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أنا أمهل من يخالفني 3 سنوات، فإذا جاء بأمر من الكتاب أو السنة أو ما كان عليه السلف يخالف ما في هذه العقيدة فأنا أرجع إليه وأنا أرجع إلى الحق. فلم يستطع أحد لا من العلماء في وقته ولا من بعدهم أن يأتي بدليل يخالف ما جاء في كتاب العقيدة الواسطية التي وضعها شيخ الإسلام رحمه الله. تكلمنا فيما سبق فيما يتعلق بأركان الإيمان الذي ورد في حديث جبريل الطويل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا. يسأله ويصدقه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه أعلى مراتب الدين، يعني بيّن لنا صلى الله عليه وسلم مراتب الدين. ثم قال: فأخبرني متى الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا رب السماوات والأرض، قد أخفاها الله عز وجل، علمها عند ربي لا يطلع عليها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا الحديث العظيم شرحه شيخ الإسلام رحمه الله، خصوصاً ما يتعلق بأركان الإيمان، لأن ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها مع أركان الإيمان، مع أركان الإسلام الخمسة. وركن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. جاءت في حديث جبريل الطويل الذي رواه الإمام مسلم وغيره من أئمة الحديث، وهو حديث عظيم ينبغي للمسلمين ولطلاب العلم خاصة أن يتفقهوا فيه، وقد أفرده العلماء بمؤلفات خاصة، أفردوا هذا الحديث بشروحات خاصة ينبغي لطلاب العلم أن يقرؤوها وأن يطلعوا عليها وأن يعرفوا ما فيها من الأدلة من الكتاب والسنة على هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن الإيمان بالله عز وجل، وسيأتي التفصيل الكامل، لكن تكلمنا عن الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته وأسمائه وصفاته. وسيفصل شيخ الإسلام رحمه الله كل ما يتعلق بهذه الأمور المهمة. ثم ذكر الإيمان بالملائكة، وتكلمنا عن أعمال الملائكة وأسمائهم وما يتعلق بهم، وأنه يجب الإيمان بهم، وهذا من الإيمان بالغيب، لأن لا نرى الملائكة، لكن الله عز وجل أخبرنا عنهم في القرآن، وأخبرنا عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لهم أعمال يقومون بها. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل البيت المعمور في السماء السابعة، فوق السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك من الملائكة يطوفون به لا يعودون إليه أبدا. كل يوم 70,000 من الملائكة يطوفون بهذا البيت المعمور الذي أقسم الله تعالى به في القرآن في سورة الطور. فالبيت المعمور يقال أنه بإزاء الكعبة، يعني في نفس سمت ارتفاع الكعبة، فهو فوق في السماء، فوق السماء في السماء السابعة، حيث لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقي إبراهيم الخليل عليه السلام الذي بنى الكعبة، هو وابنه إسماعيل، لقي إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة، جزاء له عليه السلام، لأنه هو الذي بنى المسجد الحرام ورفع قواعد البيت، هو وابنه إسماعيل، فجازاه الله عز وجل أن رفعه في السماء السابعة وعند البيت المعمور مسندا إليه ظهره. ووصلنا إلى ما يتعلق بأن الملائكة من أعمالهم التي يقومون فيها، بعد أن تكلمنا عن حمايتهم للمؤمنين وحمايتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ونزولهم للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي الأحزاب، قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، و
كانوا في غزوة أحد يطمئنون المؤمنين ويثبتونهم، ثم تكلمنا عن حمايتهم ونصرتهم لصالح المؤمنين، ثم وصلنا إلى ما يتعلق بإغاثتهم لأم إسماعيل في مكة، فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مهاجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر، أم إسماعيل هاجر إلى أرض مكة، وهي قصة طويلة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، وفيها أن أم إسماعيل لما ضمئ إسماعيل وأشرفت على الصفا وذهبت إلى المروة واستغاثت، ولما صعدت على المروة سمعت صوتا وهو صوت جبريل عليه السلام نزل من السماء لإغاثة إسماعيل من الهلاك، وضرب بجناحه الأرض وقيل بعقبه، ثم أخرج الله تعالى له لإسماعيل وأمه هاجر أخرج لهم الماء وهو ماء زمزم. قال الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فقال لها الملك الذي هو جبريل عليه السلام، قال لهاجر أم إسماعيل زوجة إبراهيم، قال لا تخاف الضيعة، فإن ها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام إسماعيل وأبوه إبراهيم، وإن الله لا يضيع أهله. وهذا الملك هو جبريل عليه السلام كما في المسند، مسند الإمام أحمد، عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن جبريل عليه السلام لما ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء، تجمع التراب، فقال النبي حتى لا يذهب الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر أم إسماعيل، رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا، أي كانت عينا تمشي على الأرض. أيضا من أعمال الملائكة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تشهد جنازة بعض الصالحين، كما أنها شهدت جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو الذي تحرك العرش لموته وفتحت له أبواب السماء، وشهد موته 70,000 من الملائكة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد ضم القبر سعد بن معاذ ضمة ثم فرج عنه، كما رواه الإمام النسائي في سننه عن ابن عمر، وقال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ففي البخاري عن جابر رضي الله عنه قال جيء بأبي، يعني عبد الله بن حرام، قال جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقد مثل به المشركون، يعني قطعوا أنفه وأذنيه وشوهوا وجهه بعد في أثناء المعركة، فجيء بوالد جابر عبد الله بن حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع بين يديه، قال جابر فذهبت لأكشف عن وجه أبي، فمنهاني الصحابة، يعني نهوه لأنه قد شوه وجه أبيه، فسمع صوت نائحة فقال هي هذه ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تبكي أو لا تبكي على عبد الله بن حرام، فإن الملائكة ما زالت تظلله بأجنحتها حتى قبر رضي الله عنه. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كرامة الشهيد وما أعد الله تعالى له من الكرامة، قال باب ظل الملائكة على الشهيد.
الشهيد تظلله الملائكة كما حصل لوالد جابر عبد الله بن حرام، بعض الشهداء يكرمهم الله عز وجل ويرفع منزلتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظلل عبد الله بن حرام حتى دفن. أيضا الملائكة الذين أتوا بالتابوت إلى قوم موسى عليه السلام قال لهم نبيهم: إن آية ملكه، يعني ملك طالوت، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. التابوت نزل من السماء فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون الأنبياء الذين سبقوا داود عليه السلام، آية من آيات الله عز وجل تبين أحقية طالوت بالملك. أتت الملائكة بهذا التابوت، وورد في وصفه روايات بعضها إسرائيليات، هل فيه ألواح التوراة التي وضعها موسى عليه السلام. المهم أنه فيه السكينة من الله عز وجل والرحمة، وجاءت الملائكة تحمله. والذي يعنينا في هذه الآية ما أخبر الله به أن الملائكة جاءت إلى بني إسرائيل بتابوت تطمينا لهم وتثبيتا، كي يعلموا أن طالوت مختار من الله فيتابعوه ويطيعوه. أيضا من أعمال الملائكة العظيمة حمايتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة من دخول الدجال والطاعون. فقد جاء في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم، من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها في قصة تميم الداري الصحابي الجليل رضي الله عنه، أن الدجال يقول: إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، يعني عند خروج الدجال آخر الزمان، آية وعلامة من علامات الساعة الكبرى. قال: فأخرج. مدة الدجال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر وسائر أيامه كأيامكم. ونعرف أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي في هذا اليوم الذي هو سنة، سنة كاملة لا تغيب الشمس فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: اقدروا للصلاة، اقدروا لها قدرها. كان همهم رضي الله تعالى عنهم الصلاة. قالوا: كيف نصلي يا رسول الله في هذا اليوم اللي هو يوم الدجال، يوم كسنة، سنة كاملة لا تغيب فيها الشمس؟ قال: اقدروا له قدره. فيقدرون لكل صلاة وقتها، ويصلون في كل ما هو 24 ساعة 5 الصلوات التي فرضها الله تعالى عليهم. قال الدجال: فأسير في الأرض، يسير سير السحاب، لا يدع قرية ولا مدينة إلا هبطها في 40 ليلة. طبعا اليوم كسنة ويوم كشهر وسائر أيامه كأيامكم، غير مكة وطيبة. مكة وطيبة، طيبة هي المدينة المنورة. قال: فهما محرمتان علي كلتاهما، هذا كلام الدجال، فكلما أردت أن أدخل واحدة من هاتين المدينتين استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها، يعني من مكة والمدينة، على كل طريق وكل نقب منها ملائكة يحرسونها من الدجال. قالت فاطمة بنت قيس: قال صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته، المخصرة عود، طعن صلى الله عليه وسلم بهذا المخصرة التي بيده في منبره صلى الله عليه وسلم، وقال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة المنورة هي طيبة الطيبة، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونطق بها الدجال في حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه. فمكة والمدينة تحرسها الملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال.
فقد روى الإمام البخاري عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، يعني الناس يخافون عند خروج الدجال، لكن هذا الرعب وهذا الخوف لا يدخل المدينة، لأن لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان يحرسانها. وهذا حديث رواه الإمام البخاري. وأيضا روى البخاري في صحيحه، يعني إذا قلنا الإمام البخاري يعني أعلى درجات الصحيح هو رواية الإمام البخاري، وأعلى منه ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أعلى درجات الصحة ما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. قال العلماء: الرواة الذين هم رجال البخاري ورجال مسلم هؤلاء قد جازوا القنطرة، فلا يصح لأحد كائنا من كان أن يطعن في صدقهم أو توثيق رواياتهم. فأعلى درجات الصحيح ما رواه الإمامان البخاري ومسلم، ثم رواية البخاري منفردا، ثم رواية الإمام مسلم منفردا. وإن كان أهل المغرب يقدمون رواية مسلم على رواية البخاري، لأن الإمام مسلم يعني فاق الإمام البخاري في حسن الترتيب والتنظيم في كتابه الصحيح، لكن الأكثر العلماء وأجمعت الأمة على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم هو صحيح الإمام البخاري، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري. لا يماري أحد في صحة، لأن الأمة جميعاً أجمعت على قبول رواية البخاري ورواية مسلم، فليس لأحد أن يرد رواية أحد من هذين الإمامين أو يطعن في صحة أحاديثهما. وأما ما خلافهما من دواوين السنة كالسنن الأربعة، سنن النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة، فهذه السنن فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، لكن العلماء قد بيّنوا ووضحوا درجات هذه الأحاديث، وبيّنوا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الحسنة، من الأحاديث الضعيفة، من الأحاديث الموضوعة، من الأحاديث المرسلة، من الأحاديث المنقطعة. هذه الأمة أمة السند، تميزت هذه الأمة بأن روايات نبيها صلى الله عليه وسلم رواها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالسند، رواها عنهم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم أتباعهم حتى وصلت إلى الأئمة كالإمام البخاري وإمام مسلم والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي وغيرهم من علماء الحديث الذين ألفوا هذه الكتب. فرواية البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية أبي هريرة: على أنقاب المدينة المنورة، يعني على طرقها ومسالكها، ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. هذه رواية البخاري الثانية. وأيضا ورد أن عيسى عليه السلام إذا نزل من السماء ينزل واضعا يديه على أجنحة ملكين، كما في سنن الترمذي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الدجال وفيه: فبينما هو كذلك، يعني الدجال، إذ هبط عيسى بن مريم عليه السلام بشرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين مهرودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين. هذا الكلام يقوله الدجال ويرويه تميم الداري، والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق هذه المقالة، وذلك الوقت لم تفتح الشام ولم تفتح دمشق، لكن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما في غزوة الأحزاب كان هناك صخرة، ولما حفر الصحابة الخندق اعترضت لهم صخرة فعجزوا أن يكسروها،
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربها بمعول فسطع نور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فبلغ دين النبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، إلى أندونيسيا وماليزيا والشرق، روسيا وغيرها بلغ دينه، وبلغ إلى المغرب وإلى أمريكا وإلى غيرها من الدول، دخل دين الإسلام، اكتسح الأرض كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عيسى عليه السلام سينزل واضعاً يديه على أجنحة ملكين لابساً مهرودتين، والمهرودتين هما اللباس الذي مطلوس بالزعفران، يعني عليه السلام كأنما خرج من ديماس، يعني من حمام، يقطر رأسه ماءً كأنه اللؤلؤ يتحدر من لحيته ومن وجهه عليه السلام. ثم ينزل في المسجد الأموي في المنارة البيضاء شرقي دمشق، حينئذ إذا رآه الدجال هرب منه، فيلحقه عيسى عليه السلام في باب لد في فلسطين، فيقتله بحربة معه. يقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تخطئك. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، ثم طعنه عيسى وقتله، ثم يقتل المسلمون أتباعه من اليهود الذين يكونون أتباع الدجال في آخر الزمان، وهم أتباعه. يقول عليه الصلاة والسلام: يتبع اليهود، يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. أصبهان في إيران، ولا يزال يوجد الآن حي اسمه اليهودية، واليهود في إيران يخرجون من أصبهان يتبعون الدجال 70,000 عليهم الطيالسة، كما في صحيح مسلم، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فيقتل عيسى عليه السلام الدجال عند باب لد في فلسطين، ثم يسلط الله أتباع عيسى من المؤمنين على اليهود فيقتلونهم، حتى يختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. الغرقد نوع من الشجر لا يخبر عن اليهود الذي خلفه، والعجيب أن اليهود يزرعون شجر الغرقد حتى يختبوا، يوم يعلمون أنه سيأتي المؤمنون وسيخرجونهم من فلسطين من بيت المقدس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، كما ثبت في الصحيحين. إذا أمن الإمام قرأ الفاتحة وقال آمين فأمنوا معه، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. إذا أمن الإمام، بعض الناس يستهين بهذا بالتأمين فلا يرفع صوته مع المسلمين، بل ينبغي للمسلم أن يرفع صوته بالتأمين وأن يمده حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة، ويحصل على هذه الكرامة التي هي غفران الذنوب. إذا أمن الإمام، هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه رواية البخاري ورواية مسلم. وفي صحيح البخاري: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، رواه الإمام البخاري. إذن الترديد مع الإمام في التأمين وفي التحميد بعد الرفع من الركوع في هذه الفضائل العظيمة: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. فمن وافق تحميده أو تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، رواه الإمام البخاري. هذه بعض أعمال الملائكة، وهذه منزلتهم عند الله عز وجل، وهذا هو وقوفهم مع المؤمنين في حمايتهم لهم وحفظهم لهم وقتالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة وتضليلهم للشهداء وتأمينهم مع المؤمنين. كل هذه الفضائل للملائكة لهم واجب علينا تجاه الملائكة، ما هو واجب المؤمن تجاه الملائكة الذين يجب الإيمان بهم. هؤلاء الملائكة قوم اختارهم الله، عباد اختارهم الله واصطفاهم، ولهم مكانة عند الله عز وجل، هم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط، ليس فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم لله عز وجل. السماء ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك من الملائكة، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون. هم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، مخلوقون لعبادة الله عز وجل، للذكر والعبادة والركوع والسجود وتنفيذ أوامر الله عز وجل في السماوات والأرض. وكل صنف من الملائكة لهم أعمال، كما أن جبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وهناك من هم موكلون بالأرحام، ومنهم من هم موكلون بحفظ بني آدم ويرسل عليكم حفظة، ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينه يكتب الحسنات، وملك عن يساره يكتب السيئات، ما يلفظ العبد من قول إلا وتسجل عليه هذه الكلمات: إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ولذلك المسلم عليه أن يحاسب نفسه ولا ينطق إلا خيراً، لأن الملائكة تكتب ما تقول، فإن ذكرت الله وسبحت واستغفرت فهي تسجل عليك، وإن تكلمت بباطل أو غيبة أو نميمة فهي تسجل، أو سب أو لعن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. المسلم يتخلق بأخلاق الإسلام، لا يصدر منه إلا الكلام الطيب، كل إناء بما فيه ينضح. ولذلك نجد في هذه الأزمان الأخيرة فشو الكلام من بعض الشباب هداهم الله، إلا التلاعن والسباب والشتم، يستهينون بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا تشفع لأحد ولا تشهد لأحد، الناس يتبرؤون منك يوم القيامة لأن لسانك دائما باللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء قال عليه الصلاة والسلام: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقال النساء: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فإكثار اللعن هذا من الخطر، لعن المسلم كقتله،
ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، والمسلم إذا صدرت منه الكلمة السيئة يعقبها بالاستغفار والتوبة. لما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عندي لسانا يعني بعض المرات يكون فيه سب أو فيه بذاءة، قال: أعقبه بالاستغفار، إذا خرج منك كلام سيء فاستغفر الله وتب عليه، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الحسنة واستغفار، التسبيح، التوبة، هذه ماحيات ماسحات للذنوب، ذلك ذكرى للذاكرين. أين العبد من التسبيح؟ كل تسبيحة وكل تحميدة وكل تهليلة صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. العبد على 360 مفصل، مكون الإنسان خلقه على 360 مفصل، كل مفصل عليه صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد في الضحى. إذا ركعت ركعتين توازي 360 صدقة من هذه المفاصل التي ركب الله تعالى عليها خلق بني آدم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين أخاك على رحله فتحمله عليها صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. أعمال الخير كثيرة، أعمال البر كثيرة. العبد وهو في طريقه، وهو في سيارته، في بيته، في مسجده، دائما ذاكرا لله عز وجل، مسبحا، مهللا، مستغفرا، تائبا، من هو الذي لا يذنب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا وتستغفروا لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، أن شرع لهم التسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار والتوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الملائكة يكتبون هذه الحسنات ويقيدونها، فهي مكتوبة في الصحف التي في أيدي الملائكة. الملائكة في أيديهم صحف يكتبون، بل إنهم يوم الجمعة يجلسون عند أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول. فإذا دخل الإمام الخطيب طووا تلك الصحف، ثم انصرفوا يستمعون الذكرى ويستمعون الصلاة مع المؤمنين. فهؤلاء الملائكة الواجب علينا أن نحبهم، وأن نصلي وأن نسلم عليهم، وأن نعرف مكانتهم ومنزلتهم. لأن بعض الناس والعياذ بالله تجده إذا ذكر مثلا خازن النار مالك قال فلان غضبان مثل مالك، ما يجوز، لا يجوز، أو مثل منكر ونكير، أنت تسب الملائكة. هؤلاء موكلون بالأعمال، موكلون بتعذيب المنافقين والكافرين، موكلون بتعذيب الكفار في قبورهم أو في جهنم والعياذ بالله عليها 19. فلا يجوز أن يقول فلان غضبان مثل مالك على هيئة التنقص، أو فلان مثل منكر ونكير لا يضحك ولا يبتسم، لا يجوز. بل بعض العلماء قد أوصل هذا إلى الكفر والعياذ بالله، لأن فيه سب للملائكة، الذي الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعرض للملائكة أو سبهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الملائكة بيتا فيه صورة كلب، فيه صورة أو كلب، فيه صورة أو كلب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا.
لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني الروائح الكريهة لا ينبغي للمسلم أن يأكل أكلاً فيه روائح تضايق المصلين كالثوم والبصل والكراث. هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك قال: أميتوهما طبخاً، يعني تميت البصل طبخاً، تميت الثوم طبخاً، حتى تذهب تلك الرائحة منه، فلا حرج عليك إذا أكلتها مطبوخة، لكن إن أكلتها نية فهي لها رائحة تتأذى منها الملائكة. ولذلك شرع السواك عند الوضوء عند الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يستاك في كل أحواله، عند نومه وعند قيامه من نومه وعند وضوئه وعند صلاته عليه الصلاة والسلام، وإذا تغير ريح فمه استاك عليه الصلاة والسلام. بل إن آخر عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها وفي يده سواك، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم نظر النبي في السواك. قالت عائشة: فأخذته فطيبته ولينته، ثم أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك به أحسن ما كان يستاك عليه الصلاة والسلام. ثم قال: في الرفيق الأعلى، ثم مات صلى الله عليه وسلم. هذا لأهمية رائحة الفم في الصلاة. وبعض المسلمين هداهم الله لا يهتم بصلاته ولا يهتم برائحته ولا يهتم بهندامه وثيابه، قد يأتي إلى المسجد بالثياب نوم أو ثياب لها رائحة كريهة. والله عز وجل يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. لو كنت بتقابل أمير أو رئيس أو ملك أو رجل ذا أهمية، هل تقابله بتلك الثياب أم تختار أفضل ثيابك وتطيب بالطيب الحسن والرائحة الحسنة وتحسن هندامك وثيابك ثم تقابله وتسلم عليه؟ لا تكن. فكيف وأنت تقابل الله عز وجل وتقف بين يديه في بيت من بيوته، وتقف إن الله عز وجل ينصب وجهه لابن آدم إذا دخل في صلاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبصق أحدكم قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه في الصلاة. لا يبصق أحدكم في الصلاة قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك، ولكن عن شماله أو تحت قدمه. الإسلام بيّن لنا كل شيء، كل الآداب أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، لم يترك شيئاً إلا وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة. ولذلك روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، كما روى البزار بإسناد عن بريدة قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وهم السكران والمتضمخ بالزعفران، لأن التضمخ بالزعفران يكون على سبيل الشهرة ويكون للنساء، والجنب حتى يتوضأ. لا ينبغي للجنب أن ينام على جنابة، بل ينبغي له أن يتوضأ ليخفف من الحدث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام بعد الجنابة فإنه يتوضأ عليه الصلاة والسلام، إذا لم يغتسل توضأ عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذا ثابت في الصحيح كما في صحيح مسلم
من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أيضاً موالاة الملائكة، فعلى المسلم أيضاً أن يحب جميع الملائكة فلا يفرق بين ملك وملك، لأنهم جميعاً عباد الله. ولما سأل اليهود، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أي الملائكة يأتيك بالوحي؟ قال صلى الله عليه وسلم: جبريل عليه السلام. قال اليهود: ذلك عدونا من الملائكة. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هؤلاء اليهود يعادون حتى الملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم كما جاء في القرآن أن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أيضا الكفار أهلكوا كثيرا من الأقوام الضالين ومن الكفار ونزلوا بالعذاب عليهم، كما في إهلاكهم لقوم لوط عليه السلام لما أرسل الله الرسل إلى قوم لوط، فجاء قوم لوط مسرعين يريدون الفاحشة، فدافعهم لوط عليه السلام، فقال عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يريدون الفاحشة. قال لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال الملائكة: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، إلى آخر الآية، فأسر بأهلك بقطع من الليل. وقال تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره أن جبريل عليه السلام لما أراد قوم لوط الاعتداء على الملائكة لطمهم بجناحه فأعمى أبصارهم فأصبحوا لا يرون شيئا. قال عز وجل: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ضربهم بجناحه عليه السلام. وجبريل كما جاء في وصفه أن له، رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، قد سد الأفق، سد ما بين السماء والأرض، له 600 جناح. جبريل عليه السلام واحد من خلق الله عز وجل، حمل قوم لوط على طرف جناح من ريشة من جناحه، حملهم بأرضهم ودوابهم وكلابهم وكل شيء ومزارعهم، حتى وصلوا إلى، سمع أهل السماء صياح ونباح ديكتهم، ثم قلبهم وأهلكهم الله عز وجل لأنهم كذبوا رسله ولم ينتهوا عن الفاحشة والعياذ بالله. وفي الصباح أهلكهم الله، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك حرم الله عز وجل اللواط، وهو إتيان الذكران. وللأسف نجد أن بعض والعياذ بالله بعض أبناء المسلمين لا يعرفون حرمة هذا العمل وخطره وأنه من كبائر الذنوب، فتجده ينتشر في بعض مواقع التواصل وبعض الأفلام وبعض، ليهونوا على أبناء المسلمين هذه الفاحشة العظيمة. وقد قال عبد الملك بن مروان أو الوليد بن عبد الملك: لو لم يخبرنا الله
أن باللوطية لما صدقنا أن رجلا يأتي رجلا فاحشة والعياذ بالله. فعلى المسلمين أن يحذروا من هذه الكبيرة وهذه الفاحشة، ويحذروا أبناءهم، وأن يحرصوا على تربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة، ويراقبوهم ويحرصوا على أن يصاحبوا الصالحين، وعلى أن يجلسوا في حلق الذكر وحلق تحفيظ القرآن، يربوهم عند العلماء وعند الصالحين، ويعلموهم الحلال والحرام، ويفقهوهم في دين الله حتى لا يقعوا في مثل هذه المنكرات. قال الحافظ ابن كثير: قال مجاهد: أخذ جبريل عليه السلام قوم لوط من سرحهم ودورهم، حملهم بمواشيهم وأمتعتهم، ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم كفأهم، وكان حملهم على خوافي جناحه الأيمن. ومن أيضا مما ذكر الله عز وجل أن الملائكة يلعنون الكفار كما أن الله يلعنهم. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب، بل قد تلعن من فعلوا ذنوبا معينة. ومن هؤلاء لعن الملائكة للمرأة التي لا تستجيب لزوجها. ففي صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته زوجته إلى فراشه فأبت من غير عذر أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية في الصحيح: لعنتها الملائكة حتى ترجع. وهذا من عظم حق الزوج، أنه إذا طلب زوجته إلى فراشه ألا تمتنع إلا من عذر شرعي، عليها أن تجيبه. فقال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأيضا ممن تلعنهم الملائكة الذي يشير إلى أخيه بحديدة أو بسلاح أو بسكين أو بمسدس. فقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني لا يجوز للعبد حتى لو كان مازحا، بعض الناس يستهين يشير بسكين أو يشير بحديدة لأخيه أو بمسدس مازحا، تلعنه الملائكة، لا سيما في الأسلحة الحديثة الخطيرة، فإنه قد ينزع فيها الشيطان. فالحوادث كثيرة مما نسمع ونرى. لذلك نهى الشارع الحكيم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير المسلم إلى أخيه بحديدة أو بسلاح أو بسيف أو بسكين أو بغيرها. ولعن الملائكة تدل على حرمة هذا الفعل لما فيه من ترويع المسلم، وقد جاء النهي عن ترويع المسلم لأخيه، لأن الشيطان قد يطغيه فيحصل القتل، خاصة إذا كان السلاح من هذه الأسلحة الفتاكة التي تنطلق لأقل حركة. أيضا الملائكة تلعن الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم منزلتهم العالية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله اختارني واختار لي أصحاب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو تنفق مثل أحد، جبل أحد ذهب، لا تبلغ مد أحد الصحابة ولا نصف المد. هذا هو المد، المد هو قدر الكف، هذا هو قدر المد. فإذا الذين يسبون الصحابة دينهم والعياذ بالله سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن عباس بإسناد حسن في معجم الطبراني، قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، والعياذ بالله. فيا عجباً لأقوام جعلوا سب الصحابة رضي الله عنهم ديناً لهم يتقربون به إلى الله، يلعنون أبا بكر وعمر وبعض الصحابة، هذا والعياذ بالله جعلوه ديناً لهم، بل يفسرون الجبت والطاغوت بأن أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيخا المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ثاني اثنين إذ هما في الغار، ذكره الله تعالى في القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم، ذكر أبي بكر في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال في عمر: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم الفاروق. فهؤلاء والعياذ بالله جعلوا سب الصحابة دينا لهم. ففسر بعض العلماء أن من سب الصحابة فإنه يكفر والعياذ بالله، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.